خير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. انما جيت نشارك معكم المطلوع اولا المخمر على حساب كل بلاصه وشنو كتسميه، اللي هو اللي كيكون من السم. بسم الله نبداو بالمقادير. كنحتاجوا ليه زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورس، كنحتاجوا المعلقه ديال الخميره متوسطه، كنحتاجوا المعلقه ديال الملحه صغيره على حساب الذوق، كنحتاجوا المعلقه صغيره ديال السنيده، كنحتاجوا المرسيطه او تيميجة على حساب كل منطقه واش ما كتسميها هي، وانا درت معها حتى فليو. بالنسبه اللي بغى يديرها بوحدها يديرها بوحدها. من بعد ما غسلتها ونشفتها وقطعتها، دابا ندوزوا لطريقه التحضير. دابا البنات بسم الله كنديروا الفينو، كنضيفوا عليه الفورس اللي راه مغربلين، كنزيدوا ديك الملحه، كنزيدوا المعلقه ديال السنيده، كنزيدوا هاد الخميره حتى هي، كنبداو نضيفوا في الماء تدريجيا، كنعجنوا العجينه عاديه بحال العجينه ديال الخبز بحال عادي. بعد ما كتبدا تجمع لينا العجينه كنضيفوا هاد التيميجه ديالنا، كندلكوها مزيان معاه مزيان، كندخلها في هاد العجينه مزيان. من بعد ما غادي ندخلها مع هاد العجينه نطلقها معكم. البنات من بعد ما كتدخل لينا هذيك التيميجه في هاد العجينه ما شاء الله على ريحه كطلع منها غزاله، دابا غادي ندلكها مزيان ونخليها ترتاح ونرجع لكم. دابا البنات من بعد ما دلكت العجينه مزيان وارتاحت غادي نضيف عليها واحد شويه زيت العود على هاد الشكل مزيان، ندخل فيها هاد زويتات العود. وغادي من بعد ما شربوا داك الخبزات ديال زيت العود غادي نقطعهم على حساب كل واحد وشنو بغا، بغاهم كبارين ولا بغاهم صغارين، انا غنكتفي بهذا الحجم صغيورين، وغادي نقرصهم بالسميده. البنات من بعد ما قطعت هاد الخبيزات كندير بشكل دوائر صغار، انا كيعجبوني صغيورين بحال هكا كيجيو زوينين حلوين حتى في المنظر. كنقرصهم بالسميده الرقيقه اولا بالفينو اللي بغيتو، كنقرصهم بحال هكا صغيورين، وغادي نحطهم في شي بلاصه يختمروا، ومن يختمروا من يكون طايفين ما نرجع معكم. من بعد ما ضاعف الحجم ديال الخبيزات ديالنا كيوليو على هذا الشكل من بعد ما خمارو، دابا غادي ندوز باش نطيبهم. انا حطيت المقله كتسخن، خليكم معايا. بعد ما كنحطوهم في المقله كنخليهم يطيبوا على خاطرهم على هذا الشكل، كنبقاو نحركوهم غير بشويه حتى كيتنفخوا، وعاده كنقلبوها كيفاش كيبداو يتنفخوا شتي كيفاش كي. دابا غادي نقلبها، شوف كي تجي غزاله واحد الريحه ما شاء الله عليها. من بعد ما كنطيب المخمار اولا المطلوع ديالي كيجي على هذا الشكل، كنتمنى من الله تجربوه وينال اعجابكم، وبالصحه والراحه دمتم في رعايه الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم.